السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادة من قناة Infinite Game. اليوم رجعنا لكم بلعبة Evil Inside يا جماعة الخير. في الفيديو السابق يا اخوان انا ما كنت خايفان. انزين انا ما كنت خايفان يا جماعة. لا انا ما كنت خايفان. ما كنت خايفان يا اخوان. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق وصلنا هنا يا اخوان، لو تتذكر وصلنا في هذا المكان يا جماعة الخير، فخلونا نتحرك وندخل داخل هذا المرايا يا جماعة. انزين خلونا ندخل داخل هذا المرايا ونشوف ايش اللي بيصير. هذا اللي صار يا اخوان، ليت احمر معناته لما تشوفوا يا اخوان ليت احمر معناته انه شيء صار جن في هذا البيت. اوكي انزين انا بتحرك شوي يا جماعة الخير. سمعوا الاغنية. لحظة، شيء موسيقى يا اخوان، لحظة ارفع الصوت على اساس اركز وش هذا. هذا مهرج. ايوه هذا موسيقى مع المهرجين يا جماعة. موسيقى مهرجين هذا. Only my mom knows that I'm scared of circuses. ايوه السيركس. معناته شيء مهرج يا جماعة في البيت. سمعوا صح موسيقى المهرج؟ هذا وينه؟ بروح قدام يا اخوان. هذا موجود لكن موجود في البيت ترى، المهرج موجود في البيت. انزين انا بتخاف هذا ايش يسموه هذا؟ بتخاف هذا المطبخ يا اخوان. خلونا نشيك اذا كان في شيء. شكله ما في شيء يا جماعه. وش نسوي الحين؟ وين هذا المهرج؟ وينه؟ ما اعرف والله وين المهرج. سكرنا الاغنيه يا جماعه. الموسيقى قصدي. سكرنا الموسيقى. انزين. والحين الساوند تراك يا جماعه تغير الساوند تراك، معناته بدينا بالجد. انا بحاول افتح الباب، يمكن نفتح هذا الباب. لا ما يتفتح، اكيد ما بيتفتح. هو المهرج يا اخوان، قاعد اتكلم عن المهرج. هو المهرج. قاسي يترقص. وش في قاسي؟ قاسي يترقص، قاسي يضحك كذا، ما قاسي يترقص يا عزيزي. وش في؟ اقول لك انا ما احب مهرجين ترى. لا انا ما احب مهرجين يا عزيزي والله. انا ما فاضي اروح له يا جماعه. اروح له ولا كيف؟ انا ما اعرف وش اسوي. انا بروح يا اخوان. انزين بروح. خليكم مركزين، هذا بيسوي شيء ترى. خليكم مركزين يا جماعه، والله العظيم انا بتكلم واجد. انزين اقول لك يا مهرج. انزين انا عكف ادبك. وين نروح؟ يا جماعة؟ هنا أكيد بيكون مسكر الباب. أيوه مسكر الباب. فما ولا مش فايدة نحاول نروح نفتح الباب، لأنه هو يا إخوان هنا متعلق هذا. أصلا وش سالفة المهرج؟ إيش سالفة المهرج؟ ليش يعني المهرج موجود في هذا البيت؟ هل أم كانت تحب السيركس ولا إيش؟ أنا ما فهمت. هذا متعلق وقاسي يضحك بعد. ايش فيك يا عزيزي؟ ايش فيك؟ ما صاحي هذا. انا بروح يا اخوان، انا بنزل تحت. ما فاضل هذا المهرج، انا ما فاضل، انا بروح تحت يا اخوان. انا بنزل تحت. خلونا نكمل نشوف ايش بيصير. زين خلونا نكمل ونشوف ايش بيصير يا جماعه الخير. احسن. والله العظيم يا مهرج بتشوف. يا زبالة طيح لي قلبي هذا الحص هذا. خلونا ناخذ هذه القطع. كم قطعة باقية؟ احنا خذينا الحين تقريبا يمكن سبعة ولا كم؟ سبعة ولا ثمانية؟ ثمان قطع تقريبا. زين هذه المرة ما اعرف ايش بيصير يا جماعة. هذه المرة ما اعرف ايش بيصير. ما طايفك. لا 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 لا، نحن محتاجين فلاش لايت يا جماعة. أنا ما عندي فلاش لايت. صح الفلاش لايت خلص البطارية. ما عندنا بطارية، تذكرت. ما عندنا بطارية، ليش؟ هو الحياة. الحمد لله حصلنا بطارية يا جماعة. خلينا نشيك على هذا الحمام قبل ما نتحرك. لا ما في شيء، هنا يا جماعة. ما فيش حاجة. بنتقدم قدام. شي صور الحين. هذا صورة البيت ولا كيف؟ لا ما أتوقع هذا بيت قديم. لا ما هذا البيت هذا. لا
لكن كان لكن لكن كان ما 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 كان شيء صور يا اخوان في في الفيديو. وش هذا يا اخوان؟ ما نقدر نتحرك يا جماعه، ما نقدر نتحرك والله العظيم. وش اسوي الحين انا؟ وش اسوي انا؟ ما اعرف ايش اسوي يا جماعه. يا اخوان صوت، والله العظيم صوتي اسمه الساوند تراك يا جماعه، الساوند تراك الحقيقي يا جماعه، حقيقي والله العظيم حقيقي يا اخوان. لا 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 يا عزيزي، لا 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 تجيني، لا 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 يا عزيزي. اوه لا 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 يا الحص، وين اروح؟ وين اروح يا اخوان؟ يا اخوان وين اروح؟ هنا؟ انا بروح هذا الصوب، بروح المطبخ يا اخوان. لا المطبخ مسكر، المطبخ مسكر. شيء صور هنا، لاحظتوا صح؟ او شيء كان ماشي صور هذا المكان، هذا الجدار كان ماشي صور، اما الحين شيء صور. افتح الباب. انت وين روح؟ انا ما فهمت. يمكن روح فوق، يمكن روح طابق العلو يا اخوان. لا المكان ما عاجبني، احس انه بيصير شيء. المكان ما عاجبني يا اخوان، انا متاكد انه بيصير شيء. خليكم جاهزين يا اخوان، الباب مسكر مع الطابق العلوي. بدخل الحمام مره ثانيه يا جماعه، يمكن في شيء، يمكن شيء في، يمكن في شيء في الحمام، لكن ما اشوف شيء يا اخي. لا ما شيء، ما شيء، ما شيء، شيء صابون بس، ما في شيء ثاني. وين نروح؟ هل هنا؟ نرجع ورا يمكن؟ اتوقع يمكن نرجع ورا. لاحظتوا؟ الساوند تراك تغير. الساوند تراك تغير يا جماعة. هذا معناته انه بيصير شيء. انزين؟ هذا معناته انه بيصير شيء يا جماعة. فالرجاء يعني لا تخوفوني، اوكي. يا اخوان قاية، ايش سالفتك قاية تركض؟ ايش فيش يا الوالدة؟ ما عليك قاية تركض صحيح، هنا ما مكان حر رياضة. الله يصرف يصرفه. يا لا لا لا، فتحت لنا هذا الباب وقاية تركض، فأنا راح ألبي الطلب وأنزل. أتوقع إن في شيء تحت هنا، أتوقع إن في شيء تحت يا جماعة. إنزين، أوه اكتمل 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 البورد. قصة تصيح، سموها قصة تصيح، والله العظيم قصة تصيح، قصة تصيح الأم. يا الوالدة وش فيشه؟ وش فيشه؟ كلميني، ليش قاعد تصيحي؟ انا ولدش، انا ولدش قاعد اساعدش، صار انا ما قيت بلاش في هذا البيت، قاعد اساعدش. وش فيش؟ كلميني، لا تسكروا الباب، لكن لا تسكروا الباب، كلموني لكن لا تسكروا الباب. اوكي اوكي، المكان ظلم يا جماعه، حلو. والله العظيم موجودة وراي، والله العظيم يا اخوان موجودة وراي، انا ما قادر امزح، موجودة وراي. شوف انا ما قادر امشي سيده، هذه موجودة ماسكة راسي، اتوقع ماسكة راسي، فهمتوا؟ ماسكة راسي يا جماعة، ما اقدر يا اخوان، ما اقدر. يا جماعة يا جماعة، ليت احمر، ما ثانية، الليت احمر. وش هذا؟ في شيء متعلق فوق ولا ايش هذا؟ لا هذا شندلير، هي موجودة هنا، هي موجودة هنا يا جماعة. وش فيش؟ ليش قاعد تصيحي؟ كلميني، وش فيش؟ انا ليش ما قادر امشي سيدة؟ ليش انا يا لما انا ما اعرف ايش اسوي والله، والله لا تصيح، انا بروح، انا بروح والله، لا تصيح، خلاص روحي، قصدي انا بروح، ما عندي، لا انت لا تروحين، هذا بيتش. ايوه والله موجوده وراي، والله اسمع صوت انها موجوده وراي يا جماعه. Don't look back يا جماعه، قالت لا تشوف ورا، قالت لا تشوف ورا.
اشوف وراه ولا كيف يا جماعه؟ قسم بالله انا ما يلا اشوف وراه، والله لازم بشوف شو 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 يا جماعه، شو شو بشوف؟ ها ما لا اشوف. وش اسوي؟ اروح قدام؟ اروح قدام يا اخوان؟ اروح قدام ولا كيف؟ قاتية لا تشوف فرة، قاتية لا تشوف فرة يا جماعة. أنا ما أعرف إيش أسوي. بشوف برجع ورا يا أخوان، برجع ورا. وش أسوي؟ أنا ما أعرف إيش أسوي يا جماعة. أنا بروح سيدي يا أخوان، برجع مكان نفس، برجع هنا. قالت لا، ما ثاني قالت نفس الكلام، قالت إن لا تشوف ورا، لا تشوف ورا يا جماعة. لا تشوفوا ورا انتو، فانا بشوف ورا، انا بشوف. اوه فتح 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 الباب يا اخوان، فتح 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 الباب يا جماعه. والله يصرفش. اقول ليش انا ولدش متنا ولا كيف؟ متنا؟ وش صار؟ هل متنا ولا كيف يا اخوان؟ اوكي انا ما بشوف ابوي خلاص، والله العظيم ما بشوف ورا، انا راح سيده، والله ما اشوف ورا. سالفه ان ما اشوف ورا، اوكي انا ما بشوف خلاص، بروح كذا. وين روحتوا؟ نرجع على نفس المكان ولا كيف؟ هل نحن متنا ولا ايش؟ انا ما فهمته، ما توقعنا متنا، لكن يا جماعه ما توقعنا متنا، لكن هي قالت لا تشوف ورا. انتوا لاحظتوا صح؟ قالت ان لا تشوف ورا. ياو صورة حلوة صراحة، عجبني هذا الصورة يا اخوان. بكمل ايوه الحين قتلنا نروح، فهذيك فمعناته ان ما متنا، فمعناته يا جماعة ان ما متنا. ليش مكان كذا خايس صار؟ هذا البورد كيف ما نشله؟ في صوت غريب يا اخوان، في صوت غريب، في صوت واحد قاعد يتعذب. انتوا سمعتوا الصوت صح؟ في واحد قاعد يتعذب يا اخوان. ايوه سكروا علينا الباب مره ثانيه. ليش؟ ليش اللي شوط؟ اوكي انا بتحرك، انا بتحرك يا اخوان. بالضبط حبيبي بالضبط، الحين كذا يلعب بالليتات، بس نفس الليت اللي حاطنا ورانا، كان يقول ما وحدك عندك ليت احمر، حتى انا عندي ليت احمر يا اخوان. مكان تربل يغرق. اوكي المكان بدا ويش يعوم ترى. بروح اشيك على الطفل اذا كان بخير. يا وليدي كيفك انت؟ انت بعدك حي يعني؟ انا ما شربتك حليب الحين تقريبا اسبوعين، فما اعرف كيف انت حي، لان هذا ما طفل يا جماعه، هذا ما طفل ترى، بس كذا هذا ما طفل، هذا جني. فا ايوه ما بشرب حليب انا يا اخوان. ايش اسوي الحين؟ انا ما فهمت. هل نفتح نفتح هذا؟ لا ما في شيء هنا. هذا ويش؟ هذا ساعه 9:59 دقيقه. ليش 59 دقيقه ما اعرف. اتوقع هذا التوقيت اللي صار الجريمه يا اخوان. الجريمه صارت في صارت في 9:59 دقيقه. الجريمه صارت في هذه الساعه يا جماعه، هذا اللي فهمته. ياو انزين ما في شيء هنا. انت وش نسوي؟ هذه الصوره معكوسه ولا كيف؟ لا ما معكوسه. I love taking photos. اوكي تقول ان هي كانت من محبين التصوير يا جماعة. طلعت الام من محبين التصوير. فطلعت هي فوتوغرافي يا جماعة. تحب تصور. This is very nice. اوكي This is very nice. انا 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 برجع برجع عند ذاك الطفل، بغى اساله سؤال، بغى اتاكد من شيء، اذا كان اذا كان هو يعني انسان ولا ما انسان. يا وليدي
باغي اقول لك شيء. انت ليش تصيح؟ انت انسان؟ يقول اطلع منها بسرعة. اه نقدر نفتح هذا. الله يصرف الشيء صرفه. انت وش قاعد تسوي داخل كبت؟ وش قاعد تسوي داخل كبت؟ في حصلنا الصور، حصلنا الكاميرا يا اخوان. حصلنا الكاميرا. بشله. انا بشل الكاميرا. كيف اذا بغيت اطلع؟ كيف اذا اوكي ال2 يا جماعه. شفت شوف الدمان، انت شوف الدمان يا اخوان اللي في الجدار. يا ساتر على الدمان. الزوج ويس سوى في مش ماذا في الام. شوف انت، شوف الجماعه، البيت كامل دمان، البيت كامل يا اخوان دمان. شوف يا ساتر، البيت بالكامل دمان يا جماعه. شوفوا كيف، ما في مكان، ما في دم. شوف كيف لين هنا. وش نسوي بالضبط؟ انا ما افهم، انا قصة صور بس. حصلت كاميرا وانا ما مصدق، فقلت لازم اصور. يا يمكن اصور فوق. هذا الصوب ما صورنا هنا، ما يطلع شيء. يمكن هنا. خليني اقرب اصور هذا الباب. جيت اوت مكتوب. جو اوت، جو اوت مكتوب. زين بروح كيف اروح؟ تفتح الباب يا اخوان. جو اوت مكتوب في الجدار. بطلع ليش ما اطلع؟ اريد اطلع بسرعه بعد. اريد اطلع من هذا البيت خلاص. قابل لي حاله نفسيه يا اخوان. طلعني بسرعه. اوكي وش صار؟ اتوقع بيصير شيء يا جماعه. هو ذا البير. هنا 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 الجريمه يا جماعه، في هذا البير. كما قلت لكم في الفيديو السابق لو تذكروا، هنا صارت الجريمه، في هذا البير يا جماعه. ايوه بالضبط، هنا صارت الجريمه. حلو. زين شكل حد معنا، اتوقع الام موجوده معنا يا جماعه. قاس احنا شيء دارينج، فيلم دارينج. تذكروا هذا الفيلم؟ نفس الحركة سوت. يا الوالدة والله أتذكر. كيف أنا بتذكر؟ لأن أنا ما كنت موجود. ليش هي تقول هذا الكلام؟ ليش تقول يا ليش هي تقول هذا الكلام؟ ما فهمت أنا. You killed me. يا قصة تقصد الأب ولا الولد؟ Your father is serving your sentence. هذه عقتني. عقتني يا جماعة. عقتنا في البير. فهذا ايش معناته؟ معناته احنا متنا ولا كيف يعني؟ وخلص اللعبة يا جماعة. ختمناها اللعبة. ايش معناته لما عقدتنا في البير في المقطع الاخير يا اخوان؟ اكتبوا لي في التعليقات لان ما فهمت بصراحه. هل هذا معناته ان احنا متنا ولا كيف يعني؟ انا ما فهمت، فاللي فاهم يكتب لي في التعليقات لان اريد افهم وايش اللي صار بالضبط. ليش عقدتنا في البير؟ وليش قالت ان احنا قتلناها؟ مع ان ما الولد اللي قتلها، الاب هو اللي قتلها يا جماعه. فما فهمت هذه النقطة، فاللي فاهم الرجاء يكتب لي في التعليقات. بصراحة القصة كانت ممتازة يا اخوان، والجيم بلاي وطريقة اللعب اعطيه 6 من 10. اعطيه 6 من 10. اللعبة تستاهل تجربة، فاللي حاب يقرب هذه اللعبة اقل يعني انها تستاهل تجربة. فيس هذه كانت لعبة ايفل انسان يا جماعة الخير. ادعمونا باللايك والشير والاشتراك. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمنج، ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.